السوايع 5 السوايع باش ندفنوا، ولكن هاد التجربه غادي تكون بالليل. دابا دابا حاليا غادي نمشي، دابا غادي نمشي نخسر القبر ديالي. واه بالنسبه للشرا كدير ما عرف كيدير قلعه، ما عرف كيدير خنعه، الله ما عرفتش غادي ندفنوا ولا لا غادي ندفنوا. المهم السلام عليكم، راكم في فيديو جديد اليوم. عاد دابا دابا كنت نتفرج مع اليما بيا سلاح فيديو بالنسنس عاود الثاني، وغادي ندير عاود كان عليه رياكشن. تدفنت في القبر وسط المقابر في الليل، جربت الاحساس القبر كيفاش كيعيش الميت. دابا هو بغى يمشي يدخل للقبر زعما، هذا بالنسبه لشي نهار يموت خويا في شكاله بالنسبه. خلينا نتفرجوا نشوفوا. اول حاجه غادي نمشي نشري الكفن، غادي نمشي الروضه، غادي نهضر مع خونا في الله الكبرى، حيت صعيب انك تقنعو تقول لي بغيت ندير واحد التجربه انني الناس في القبر، وغتنوض انت غدير عليا دوك الحجر، وفي نفس الوقت بنادم يفيق مناش يفيق اخويا بالنسنس. كمل. حيت واحد النهار نعرف راسي انني غادي نطيح في ديك البلاصه، وغادي نجرب قبل ما نموت، انا غادي نجرب العيشه كيفاش غادي تكون نهار في القبر قبل ما نموت. وغادي تدفن في واحد البلاصه اللي تدفنوا فيها واحدين اخرين جداد. ربما التجربه غادي تكون بالليل. اول حاجه غادي نمشي، او دابا دابا حاليا غادي نمشي، دابا غادي نمشي نخسر القبر ديالي. واه بالنسنس واش راك دير؟ بعد ما كان كنقولوا السيبه. السيبه مصيبه. الناس هنا قتلوا ناس وجاو دفنوهم هنا. هكاك. كنت كيبات لك في الطريق عندك مع حساب هبط دابا لك في الطريق دون تخرق بريك فيهم شي حاجه. قتلك وجي ندفن. ما كاين لا لسه، كاين خليك تيجي عائلتك يدفنوك. كاين عائلتك وعرفوا شكون اللي قتلوك، خدوا تما باش يبديو فيه. حتى هو يقتلوه. قتلوه حتى انا من العائله ديالي. ما عنده شارة كيجي، هادشي اللي كانت البلاد. سويلي. كان له حكم الاول السيبه. غادي يطلع بالنسنس غير كيسلك له، يسلك له. هذا هو قبر الدراري ديال الوالي الصالح. تخيلوا معايا الدراري كيجي بنادم كيفسد فيه. ما تدخلش العقل اصلا. عندك هذه هدموا هذه البلاصه هذاك كيف دارها، كيف هدمها المره اللي فاتت. قمه خطا. غتابعوا غتابعوا اقسم بالله. سمعتي تيبقى غتابعوا. علاش يدير لي هك من تيوصل تما الجن اللي كيحكي. المهم الدراري غادي نختار القبر. المهم هضرت مع الاحفر القبوره، راه ريقي معايا بلان غادي يدفني مع ديك جوايه 11 الليل. حتى بلا دابا بنادم كاين وكذا، وهادي ومن الاحسن انا بغيتها بالليل. فهمتي باش نعيش اللحظه كيفاش دايره. وضفك اصاحبي راه مقنع، مقنع بالنسبه مقنع. والله الا مقنع القبر ديالك غادي نختار القبر ديالي الدراري. والله ما تفرجتش الفيديو باش داك الشيء يكون سبونطان، هذا باش يكون داك الشيء عفوي. بان لي فهمتني، بان لي هذا الدراري هذا ارتحيت فيه. شوف ارتحي واش كاين شي واحد يرتاح في القبور اخوتي. شوف سبحان الله، شوف شحال ضيق. ها هو الحجر اللي غادي يحط عليا. ها هو جابهم شي شوف حتى اخوت غادي نكونوا ليها في التالي اخوت. الله غادي نكونوا ليها في التالي. علاش كنقول اخوتي انا لله وانا اليه راجعون. غادي نوليو نوليو غادي حياتي سات فوت الخوت. هذا ميساج غادي نرقل مع الامور تاع 11 الليل. عاد غادي نتدفن وغادي نشوف الاحساس ديالي كيفاش. كنت باغي نتعرى، بغيت نتعرى ولكن حر. هو حقا والله حطوها الدراري اول مره نشوفو بلا ما عريش السيد ولا شعريت. تقول ليش تعريت دائما في الظلام كيتعرى هو بعدا. راه شوف تعرى تدفن مع العصا نكفر راسي. الله يستر اخويا. هاكا الدراري كنا لابحا مكب خوتي. انا ما شايف شكال قسما بالله اللي كيفكرك فاس شي صوالح في شكال. دابا راه عريان ولا شنو؟ الله يلاه في شكال بالنسبه للشكال. هرب هرب مشى ل 16 للوحش. ما يقدرش شي واحد يدير بحاله. والله ما يقدرش شي واحد يدير بحال راسه. مشى ل 16 للوحش. واو عريان. يمكن راه عريان هي راه يتفنى دابا. واو واو ولا شعور. ما شاء الله راه يتفنى. ما عرف كيدير قنعه. ما عرف كيدير قنعه. الله ما عرفش كيدير قنعه. هكا الدراري بحال هكا يا وليدي. كلنا هكا كلنا. تخيل معايا كيطيحوا لك البلايك بحال هكا. البلايك كيطيحوا لك هكا. شوف 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 شوف. واو خوتي انا ما قدرتش نهضر. راه يدفنوا ولا لا يدفنوا. راه يقيسوا يعني هذاك الشيء ما يهودش عليه. ما يهودش عليه الرمله ما تهودش عليه. ناري ناري ناري. الله يلا دفنوا. ما سمعناش تدفن اخوتي. والله ما سمعناش تدفن. حامك يا ولدي. راني مصدوم والله الا مصدوم. والله الا دفنه. شوف 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 راه يرشف. وشوف عاوتاني هنايا. واو فطور المطر يا طور طور. لا اله الا الله. تخيل معايا واحد دفن مع العصر مورايا، واحد هنايا حتى هو، والاخر لهنا. غنشوف
هذه المدة اللي غادي نصبر فيها. شوف 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 نموتو شي موتة زينة ان شاء الله. نموتو زعما وحنا مستعدين ليها، فهمت؟ نكون زعما مستعدين ليها، ماشي زعما ميتين شي موتة، ماشي هي هذه كلها. علاش كنقول الله يحسن حسن الخاتمة وصافي. يلا ونعم الوكيل. كون كانت واحد القضية ان ناري جاتني البكية، والله الا جاتني البكية. وكانت اي واحد زعما تعطيه فرصة انه يجرب زعما، والله ما قدرتش تهضر الهضره، ما قدرتش تخرج ليها ان داكشي ما كاينش. هو داكشي ما تعطيه فرصه انه يجرب غير هاد الناس هادي، ولو غير دقيقه وحده راه والله الا غتبقى تصلي ليل ونهار. صباحا يا ربي تسمح ليا، يا ربي تسمح ليا، يا ربي تسمح ليا. ما كنصليش، ولكن راه عاد عرفت فين نصلي. قسما بالله، اقسم لكم بالله، يا ما كنتصنعش و ناري عاد في التراجم. تخيل معايا، مالك الموت كيجي عندك ويسولك من ربك؟ ولكن دابا انت عارف الدنيا، من هو دينك؟ من ربك؟ عارف من رسولك؟ ولكن ملي كتهبط للقبر ما كتبقى عارف والو، كتمسح لك الذاكره وكتولي انا ربي اللي كيعطيك، اللي كيعطيك الجواب، فهمتيني؟ اللي كنتي كتامن بالله وكتصلي وكتشكي وما كتظلمش عباد الله وكذا، راه الله كيعطيك الثبات انك تقول ربي الله، ما دينك؟ الاسلام، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انا عارف راسي واحد النهار غادي نطيح في هاد القبيه الفاكهه، غادي نطيح فيها، غادي نتساءل كلشي. والله يثبتنا على السؤال، والله الا الله يثبتنا، الله يثبتنا. امين امين. وليت كنحس بالله يا رب يكون هاد الفيديو ماشي ما حسبته انا مغامره، ولكن بدل لي حياتي باش تعيش التجربه انك في هاد القبر هكا. راه شي حاجه. شوف رجليا، شوف الثوب الابيض، وشوف عاوتاني هنا، شوف كيفاش ناري. ما قدرتش شعور خطير، وما قدرتش. تجربة طرات في المغرب، طلع العالم كامل، طرات في الدول الأوروبية، ولكن ما طرات بهاد مواصفات الإسلام، بهاد الدفء الإسلامي. على جنبك، وتخيل معايا 4 الصباح على جنبك، ما عندك فين تفنفن، ما عندك فين زعما الدور هنا ولا هنا. وتخيل معايا انت ساكن في قصور والفيلات، وكتعدى على عباد الله، واحد النهار غتجي هنا ما غينفعك حتى شي حاجه. شكون اللي غينفعك العمل ديالك، العمل ديالك اللي تشوف حياتك. يا ليتني كنت ترابا، راه اقسم بالله العلي العظيم، وانا كنحلف وانا في القبر، الا كنهضر وبحال اللي كنحس براسي ماشي انا اللي كنهضر، بحال اللي كتهضر شي حاجه فيا. واو، والله يجعلنا انا مغفر الذنوب بحق الله. صعيبه صعيبه. آمين صعيبه. امين. بالنسبه لي في شكل انك كيجي عندك ملك الموت، الا كانت اعمالك صالحه كيحل لك الله سرج من هنا كتشوف القصر ديالك في الجنه، وكتقول يا ربي تقوم الساعه غير باش نمشي للقصر ديالي اللي في الجنه. وتخيل معايا داك اللي غيمشي لجهنم، والله يجينا نجيكم شوف كرسي، شوف كرسي في جنه سرج ديال جهنم. وش كيقول يا ربي لا تقوم الساعة، يا ربي أخرها، وقبرك جهنم، وجهنم باردة لا في ديالك. الله ينجيكم. واه شوف، تخيل معايا غير عن قدر، ما تشوفش النار يا ربي. واه بديت كنفهم هاد الليلة، بديت كنكره. شوف يا ربي تنجينا كامل ندخل الجنة الخوت. أقسم لكم بالله، ما تبغيهاش حتى لواحد، ما تبغيها حتى لواحد. قبرك جهنم. هاو الإحساس ديال القبر. ونتمنى تكونوا عشتوا معايا التجربه هذه، ولكن ما قدرتش نبقى. واه الا بقيت غيتموت، غادي تموت، ما لقاش الاكسجين، ما كاينش. لان شعور كنت بنقول خطير، ولكن ما خصنيش نقول، لان الشعور تندم. الحمد لله انا باقي عايش وحق الله، الا عبد الحمد لله عايش. الحمد لله ما كنأذيش الناس، وما كنهضرش في الناس، وما كنظلمش الناس. وحاجه وحده ناقصاني هي الصلاه. يا رب تثبتنا على الصلاة، يا رب تثبتنا كاملين اخوتي، يا رب تثبتنا على الصلاة. يا رب تثبتنا اخوتي على الصلاة كاملين،
كاملين نوض ان شاء الله دائما يحبب يا ربي تحبب فينا الصلاه. هذا ما نقوله الدعوه نتاع يا ربي تحبب فينا الصلاه ويا ربي تقربنا لك اكثر وان شاء الله نبقاو نصليو غير نصليو غير الصلاه في وقتها وفي الجامع صافي. هذا هو اللي بقيت نتمنى كاع في هذه الحياه كامل. حتى شي راه بزاف والله يقدر اليوم غدا ما نعرف فوقاش نقدر ما نعرف الساعه ديالك فوقاش تكون فهمتني ما عارفش كل واحد ما كل واحد مكتبه له فوقاش يموت فوقاش او ديال بتحسن الحسن الخاتمه. هذا ما نقولوا حنا نموتوا حنا مصليين بعد الصلوات ديالنا هذا ما نقولوا خوت. حيت اول حاجه كتسال عليها هي الصلاه. الصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اول ما يتسال عبدي هي الصلاه. اقسم لكم بالله العلي العظيم مما كنهضر كنحس براسي ماشي انا اللي كنهضر كنحس براسي شي حاجه كتهضر شي حاجه فيا كتخلوك تنتحك في التالي. والله الا خوتي ما صعيبه انك شي ما كيضحكش كان صراحه والله ما كيضحك جهنم يا ربي يا ربي يا ربي ترحم هذا اللي مات مات مسكين على العصر يا ربي ترحمه في هذا في هذا النهار يا ربي ترحم كاع المسلمين والمسلمات مع الظهر صافي ما قدرش نبقى الاكسجين سالا وتحبس فيا الدم. غادي نعتزل الدراري غادي نطلع ما نقدرش ما واش غادي تزيد خويا حل عليا حل حل حتى النفس ما بقاتش عندي حل. واو ناري ناري تجربه خطيره تجربه ما صالحهاش الخوت ما نصح حتى واحد يدير هاد الضربه هادي ما نصح حتى واحد الخوت راه كان ديرها تما كفيل تعرف الاحساس شنو هو. شوف من هنا شوف هي كاع غادي نفوتو منها ولكن حسبت التجربه ولكن ما عندي ما نقول لا ما عارف لا ما عارف ما نقول لا ما كومنت لا تعليق دقيقه دقيقه لا تعليق لهذا الفيديو لا تعليق صافي طلع طلع لي باي يطلعوا دابا على احساس ريه هبط عليه قاع التراب دابا هو هبط عليه قاع التراب واه هبط عليه قاع التراب نقطع الدراري تنطلع اقسم لكم بالله الدراري الى شعور او يا شيخ ولكن شعور خطير واو اقسم لكم بالله ما فيه البرد ولكن راه كنحس بذاتي واه على شعور صاحبي اشكال واو ما قدرتش نكمل المغامره الوحيده اللي ما قدرتش نكمل فيها هي هذه باش انا وديت مخلوع ولكن راه حسيت بواحد الشعور صاحبي راه ما يمكنش راه زوزانو يا صاحبي جل داك ما فيه والله ما فيه الضحك قسما بالله عاد دابا تكاكيت شرا ما فيهش الضحك شرا في الشكال اللي داروا كملها بسجين زود عليها هذا الفيديو هذا اي الله يستر صافي اي الله يستر صافي بنسنس خويا انت اسطوره من التالي انت اسطوره معني ما نقول اخوت تابونا فلاشين والله يحسن الخوت كيقولها كتلف لي الهضره ولا كتلف لي اخوت الله يحسن الحسن الخاتمه هذا ما نقولوا وصلوا في راسكم الخوت وصلوا صلاتكم هذا ما نقول لكم وبيك اب ما عندي ما نقول شادي نقول لكم الخوت.